مهاجم مصري اخر لعب في الدوري اليوناني واكيد انت شفته، احمد حسن كوكا، رايك ايه فيه وهو موجود حاليا في قائمه منتخب مصر لمباراتي تصفيات كاس العالم؟ هو ايضا لاعب قوي ولاعب مهاري ذو امكانيه كبيره جدا، امكانيه كبيره جدا، ولعب في نادي يوناني كبير، هو لاعب مهم جدا جدا وله قيمه كبيره مع الفريق المصري. صعب جدا ان احنا نجد مهاجم مثل هذا المهاجم، انا لا اراه يلعب كثيرا مع المنتخب المصري، ولكنه في اليونان له قوه كبيره جدا.